شكرا أميرة. أيضا نادي سموحة من الأندية اللي بالتأكيد بيسعوا بشكل كبير جدا إن هم ينافسوا في مراكز متقدمة، وشفنا ده من خلال الموسم الأخير. تأكيد في موسم قوي هيبدأ. نعرف رأي ممثل نادي سموحة كابتن عبد الباري معانا. كابتن عبد الباري طبعا برحب بيك، وبالتأكيد بداية مهمة جدا، بداية مع الصاعد نادي غزل المحلة التاريخ الكبير في مسابقة الدوري الموسم الجديد. شايف ازاي القرعة وشايف ازاي مشوار سموحة الفترة القادمة؟ واكيد سموحة بيسعى كما سعى في الفترة الاخيرة انه يتواجد مع الكبار والمنافسات الافريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي سموحة انهى الموسم السابق بنهاية قوية وكاد ان يصل الى المربع الذهبي. هذا الموسم استعداد طيب من نادي سموحة. البشمهندس محمد فرج عامر موفر كل شيء للجهاز الفني. الجهاز الفني بقيادة كابتن احمد سامي على قدم وساق، وابتدينا فترة اعداد بدري، وربنا الموافق باذن الله ان الهدف ان احنا نخش المربع الذهبي هذا الموسم. بالنسبة للقرعة الدوري، السنة اللي فاتت لعبت الاهلي اول مباراة، ولعبت المقاولين تاني مباراة، ولعبت بيراميدز تالت مباراة. هذا هو الدوري. هروح من الاهلي فين، وهروح من الزمالك فين، هروح من اي حد فين؟ الحمد لله كل المنافسات شريفة وصريحة. طبعا البار هيبقى له تأثير جامد في حاجات كتير. النهاردة الكرة المصرية يعني في أضاف إليها يعني مجموعة اللجنة الخماسية أضافت حتة عوامل تفيد كرة القدم، وبإذن الله يعني احنا شفنا أن عودة الدوري كانت سبب أساسي للمنتخبات، وكانت سبب أساسي للأهلي والزمالك بيلعبوا نهائي أفريقيا. فالدوري الدهري شيء حيوي، ولكن هذا الدوري هيبقى له طعم خاص وشيء خاص في انه مضغوط على اليوم الثالث على اليوم الرابع. الكلام كان واضح وصريح، الفرق اللي بتلعب في افريقيا والفرق اللي هتلعب في بطولة الاندية العالمية. فالدوري هيشتغل على طول، حتى الفترات اللي فيها لاعبين من المنتخب الاولمبي متغيبين للسفر في الاولمبيات هيستمر الدوري بدونهم. فبالطبع يعني ربنا يوفق. اتمنى ان احنا نشوف دوري شيق. دوري الموسم السابق كان دوري قوي جدا، واتمنى ان يكون ده اقوى باذن الله. ما اقدرش ما اسالكش عن القمه الحقيقيه ونهائي القرن الاهلي والزمالك، واحنا كلنا النهارده يعني زي ما بيقولوا رجال كره قدم مندوبين الانديه والكوره المصريه. شايف ازاي هذا النهائي؟ الحمد لله ان وصل الفرقتين الكبيرين الاهلي والزمالك. انا اتمنى ان احنا مصر الكسبانه، يكسب الاهلي يكسب الزمالك مصر الكسبانه. فاتمنى كل التوفيق للفرقه المصريه. كل سنه طيب. شكرا. اميره اكيد بلقائنا مع كابتن عباري ورايه في القرعه اليوم، واكيد عن النهائي الافريقي الكبير جدا الاهلي والزمالك. تعود الكلمه اليك، لان تفضل.